شنو اكثر شيء ما تحبينه بشخصيتك؟ اكثر شيء ما احب شخصيتي حساسه وايد وما اعرف اجامل. ايه هالشيين انا ايه طيبه وايد وايد اسامح. اوكي شوق هالمره حنان اشتكت لك عاطفيا؟ اوه كات كات كي طلع منها وايد وايد. اخر مره اخر مره ايه توا وتقول ما ادري ايش قصه. لحظه كذابه توا متى متى اشتكيت لك عاطفيه توا؟ ايه؟ لا لا انا والله لا والله لا متى الاكونت اللي وريتيني اياه؟ لا لا اكونت لحظه لا لا اكونت انا قلت لها واحده تشابهك بس لا ما له علاقه يعني هذا شيء بالماضي بس حتى هي ترى وايد طبعا انا يعني حالتي غير. ايش معنى تدرين المحرض تونسون والله العظيم كيوت نيك لحظه نيك الجرح الجرح يعني حبيت.